Welcome to slide. Oh, bene. Oh, Benson. Tu as les avantages de prototypage, j'irai. Raccontami. Donc, tu peux m'aimer. البارح واش درنا؟ دونك البارح هضرنا على الميثود دو كونسيبسيون دي زي اش ام. دونك من بلي كاينه لا ميثود ايتيراتيف، هذه ندير لكم مراجعه خاطرش تحقهم من بعد. لا ميثود ايتيراتيف واش معناتها؟ واحد يقول لي يا استاذ اش نقراو، رانا نقراو بلي كي نقول لك خدم لي انترفاس كيف راح تخدمها. اول حاجه في لا ميثود ايتيراتيف انك توجد الانترفاس تاعك كيف نقولوا انتغرالمون مي دون فاسون ايتيراتيف. دونك راح تخدم وتولي تقول لا لا نزيد هذه نزيد هذه نزيد هذه، تكمل الانترفاس تاعك بصح راح تخدموا الانتغراليتي، ماهوش راح تخدموا اون بارتي. وراح تبدا قال هذه نزيد هذه ما نزيدهاش هذه نقصها. دونك هذيك تزيدها وتنقصها على اي اساس؟ على حساب ليتيزاتور. دونك الا راك تخدم في اون ابليكاسيون اون ميثود دو كونسيبسيون سونتري ليتيزاتور، الا راك راح تخدم باغ اكزومبل لا ميثود بارتيسيباتيف، خي قلنا في البارتيسيباتيف ليتيزاتور راح يدخلك في لا كونسيبسيون. دونك باغ اكزومبل كي توري له الانترفاس ما يعجبوش تبدا تشونجي، هذه لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود سي لا ميثود انكريمونتال. في الانكريمونتال تبدا بلا بارتي، مثلا انا اقول لك ابدا لي بروجي، نعطيك بروجي تبدا بارتي بار بارتي. مثلا قلت لك دير لي لو بروجي دو جيستيون تاع ليتا سيفيل، ان بروجي دو جيستيون ليتا سيفيل تسير مكتب الحاله المدنيه. مكتب الحاله المدنيه مثلا فيه المواليد وفيه الوفيات وفيه عقود الزواج، تبدا تقول هذا توت ان بروجي، تقول نبدا دون فاسون بارسيال، نبدا قبل بالمواليد نوجدو. كي تكمل المواليد تفوتك الساعات الانترفاس تاع الوفيات، تكمل الانترفاس تاع الوفيات تفوت الانترفاس تاع عقود الزواج. هذا اكزومبل. كاين ثاني لانكريمونتال اسونسيالمون وين نستخدموها لانكريمونتال هذه لا ميثود في الديفلوبمون ويب. الديفلوبمون ويب هو نخدمو به بزاف بهذه لا ميثود دو كونسيبسيون انكريمونتال. ليه؟ راح يكون عندك الانترفاس وحتقسمو. حنا على بالنا بالاش تي ام ال 5 وموقعتوها عند الاستاذ ثم قراكم استاذ مختاري جو بونس بلي دوك لاش تي ام ال 5 راه مقسم، راه عندنا نقولوا لا بارتي لا اوت بارتي هي الهيدر، وعندنا الناف بار، وعندنا البادي، وعندنا الفوتر. في الهيدر راح تبدا كي يبداو يخدموا الناس في الويب، وخاطر راك تقولوا شات تخدموا في الويب، يبداو بالهيدر هو الاول، يحيروا في اللوغو يشوفوا شكون ايماج تصلح لي تمثلنا لو سيت. من بعداك الناف يشوفوا كيف يديروا لو منو، كيف يديروا لي ارشي لي منو. ومن بعداك يفوتوا للسايد بار، ما كاين دي سايد بار. سايد بار معناتها لي منو لي القوائم اللي تجي على الجانب، ولاكش ما حاجه نديرها على الجانب. ومن بعداك الفوتر هي اسفل الصفحه يسموها الفوتر. هذه لا ميثود انكريمونتال عاده نستخدموها اسونسيالمون في الباج في لي باج ويب اسونسيالمون. نقدو نخدموها، انا قلت لكم نقدو نخدموها في زابليكاسيون بيرو نهار يكونوا عندك دي بارتي. كيما مثلا اذا درنا جيستيون تاع مصلحه الحاله المدنيه مثلا، فيها بزاف قال المواليد وحدهم، الانترفاس تاعهم وحده، الجيستيون تاع تسجيل الوفيات وحده، وتسجيل عقود الزواج وحده. داكور. دونك سمحوا لي، راني قلت لكم السمانه الجايه جو 50 وهذه هي في لا كونسيبسيون بروتوتيبي. واش معناتها لا كونسيبسيون بروتوتيبي؟ لا كونسيبسيون بروتوتيبي راح تخدموا ان بروتوتيب، وحنا هذه اللي نخدموا بها. دوك واحد يقول يا استاذ بصح انا في هذه راح نخدم هذوك الكل، وي هي في الاصل في لا ميثود في لا كونسيبسيون الحقيقيه انك راح تخدم اون ابليكاسيون بروتوتيبي مثلا انكريمونتال، ولا اون ابليكاسيون بروتوتيبي ايتيراتيف. يعني راح كلش فينالمون يتخلط، بصح كاين عباد ما يخدمش هكذا، ما يخدمش البروتوتيب، يخدم غير الانترفاس ومن بعد يبدا يوجد يخرج كلش واجد، معناتها ما يخدمش بهذه لا فاصون. مي هي في الاصل في لا كونسيبسيون
الاصل تاعها نورمالمون نخدمو بلون دي ميثود ايتيراتيف ولا انكريمونتال ولا ايتيراتيف انكريمونتال، ولازم هتكون بروتوتيبي، يعني لازم ديرو بروتوتيباج. لا لازم ديرو بروتوتيباج، انت اذا راك تخدم في اون بلا ميثود بارتيسيباتيف باغ اكزومبل، لازمك توري ليتيزاتور الانترفاس وعجبو ما عجبوش. باش توري الانترفاس لازمك دير له سوا اون ماكيت. شنو هي لا ديفيرونس بين ماكيت وبروتوتيب؟ الماكيت راه الانترفاس دي طيب، بصح ما فيهش الانتراكسيون، ما فيهش كي تكليكي على البوطو اوكي والله انولي، ما كانش انتراكسيون، ماكش دايرها مزال. بصح في البروتوتيب نورمالمون كي تكليكي يشوف شح يصرى. هذه هي لا ديفيرونس اونتر ماكيت اي بروتوتيب. الماكيت سي ان انترفاس ديتاي سون انتراكسيون، البروتوتيب فيرسيون انكومبليت دو انترفاس افيك انتراكسيون. معناتها كي دير الانترفاس ديتاي افيك انتراكسيون معناتها كملت لابليكاسيون تاعك، صاي معناتها هنا راك كملت الانترفاس، يعني دوك يكملوا كلش. معناتها ليكيب تاع الفونكسيونمون ليكيب تاع لي اش ام راهم كملوا خدمتهم. واحد يقول لي يا استاذ دوك فهمينا ليه دوك ماهمش ناس الكل يخدموا بلا كونسيبسيون كيف نقولوا اتيزاتور سونتري اتيزاتور ولا بارتيسيباتيف؟ لا لا، دوك انت اذا راح تخدم ان لوجيسيال، ماش ان لوجيسيال، ان سيت ويب، تخدم ان سيت ويب نتايا دوكي، باش دوك باش نفهمو. كاين عباد راهم يدخلوا في الدراهم خير باغ انترنت، هذه قبل بزاف كانت كاينه. كيف يدخل لنا الدراهم باغ انترنت؟ راح يخدم ان سيت ويب، هذاك لو سيت ويب هذاك يسيب لي فيه لي زيتيزاتور. مثلا يخدم ان سيت ويب بور ليدوكاسيون للتعليم، مثلا كيما هذاك تاع المنارة التعليمية وما البليشون، كاين بزاف لي سيت ويب هذو تاع التعليم. هذو لي سيت ويب تاع التعليم، ولا مثلا تاع الحوليات تاع البكالوريا، تحضير لشهادة شهادة المتوسط اكزومبل. هذو لي سيت ويب هذو يدخلوا بزاف لي زيتيزاتور. كي يجيو لي زيتيزاتور كاين واحد الميزور يسموها لو نومبر ديتيزاتور باغ جور، يعني قداه يجيك ايتيزاتور باغ جور، قداه يدخل ليك ايتيزاتور باغ جور. هذاك لو نومبر هذاك يسحقوه هذو لي كرياتور دو سيت، لانه كل ما زاد لك لي زيتيزاتور كل ما معناتها لو سيت تاعك الي بوبولار، كل ما يجوك دي سوسيتي يديروا عندك لا بوبليسيتي، هكذا يدخلوا صوات. مفهوم مش مفهوم؟ انا كي نعود ندير لا كونسيبسيون دي سيت ويب، يدوك راه ما عنديش يوتيليزاتور هاو راه واجد باش ندير عليه نخدم عليه. شانا كنا نهضروا ما عنديش واحد وقال لي دير لي ديك دير لي ديك دير لي ديك، راني انا نخدم فيه للغاشي. في هذه الحاله ما نكونش حين حتخدموا صح اون ابليكاسيون اي اش ام سونتر يوتيليزاتور، مي ما عندكمش ليتيزاتور لوي ميم، ما عندكمش ايتيزاتور ايفيكتيف، ما كانش ريالمون. هنا نورمالمون نخدموا بواحد الحاجه سموها لي بيرسونا، هذه يعني نوخرها الحصه الجايه. لي بيرسونا هما ايتيزاتور ايماجينير، راني بالعين نديكم لانتروداكسيون تاعها اليوم باش خاطر خرجينا ساهله في السنه الجايه. سي ان ايتيزاتور ايماجينير نتخيلوه، بصح نعطولو اسم ونعطولو كيفاه نقولوا مثلا لي بوزوان تاعو نعطولو، بصح هو ايماجينير. هذاك الانسان هذاك يوتيزاتور ايماجينير هذاك هو راح يمثلنا مجموعه يوتيزاتور راح نديروه لانا سيبليناه. اكزامبل راح تخدم ان سيت ويب بوغ تاع البكالوريا، قالت تلم لهم فيه الحوليات، دير لهم فيه الكتب اللي عندها علاقه بالباك اكزامبل. انت ما عندكش فريمون لي زيتيزاتور هذوك، بس عندك اصحابك راهم يعاودوا في الباك باغ اكزومبل، عندك خوك، عندك بن عمك، معناتها راك شايف لي زيتيزاتور هذوك فيهم مسيره. راح دير بيرسونا هذه وهي شخصيه خياليه تمثل هذيك المجموعه داكور. بصح نهار اللي تعود تخدم في لوجيسيال اللي كي رانا نهضروك يجيك السيد يقولك اخدم لي، في هذه الحاله عندك سوا تخدمها سونتريتيزاتور، معناتها هنايا هي لازم تخدمها سونتريتيزاتور، معناتها سوا ديرها لا كونسيبسيون انفورماتيف، يعني تدي منو لي زانفورماسيون فقط ما تدخلش في لا كونسيبسيون، سوا ديرها ليك بارتيسيباتيف اللي هو يدخلك في لا كونسيبسيون. هذه هي الحالات اللي كاينين، سوا تخدم لا كونسيبسيون سونتريتيزاتور مي تشاورو برك ما يدخلكش في لا كونسيبسيون، وهذه هي المليحه.
داكوغ، فهمتوا دوك شوية، يعني راجعتكم الدروس اللي فاتوا فهمتوا شوية، نحسكم ما كنتوش تفهموا فيا، والله غير راني حاسة بلي راكم ما كنتوش تفهموا فيا، وانا عندي واحد الديرونج، ممكن نحس الطلبة مش يفهموا فيا، انا الديرونجا. ما ممكن السبب باسكو بالانترنت برك مش حاسس بلك دونك شغل ما مش راني باش حاسة ما مش هنا. ما كي شايفه حتى واحد فيهم سما ما تقدرش تشوف وجوههم باسكو راهم فاهمين ولا حيرين ولا هذيك هي المشكلة، وماذا ايه بعدين نشوفكم، بعدين نشوفكم ونشوف البنات كي يعودوا يشوفوا فيا هكذا، ولا الاولاد نعرف بلي ماهوش فاهمين، نحبس دونك كيما صح يشوف حتى واحد. دونك بوغ لا، اسمحوا لي دقيقة. اللي كنت تسمع فيها هذاك برك خطاك هذا كان صوت يتقطع ما سمعتش مليح. دونك تبعوا معايا، حنايا عندنا دي ميثود دو كونسيبسيون، نعاود لكم ركزوا، خاطرش هذه الحوايج هذه راكم تستحقوها. عندنا دي ميثود دو كونسيبسيون، شوفوا نتوما لازم تفهموا بلي لوجيسيال تاعنا والله السيت ويب والله الحاجه اللي نخدموا فيها راه فيها دو بارتي، لو نوايو فونكسيونيل، يعني اذا هو سيت ويب باغ اكزومبل عندنا لي روكيت اس كيو ال، عندنا الانتراكسيون افيك لا باز دوني اتسيتيرا. إذا راه ان سيستيم دو جيستيون باغ اكزومبل دون بيبليوتيك ولا ديتا سيفيل ولا أي حاجة دو جيستيون ثاني، راه فيها الباز دوني، فيها لي روكيت اس كيو ال، فيها لي ميساج ديغور، فيها بزاف حوايج. هذوك الحوايج هذاك يجوا في النوايو فونكسيونيل، هذاك يجوا ديك الخدمة تاع راهم يخدموا في لابليكاسيون بروبرمون ديت. نتوما راكم تخدموا في الانترفاس، نتوما راكم فوزات دي زيرغونوم، راكم تخدموا في الانترفاس. في الانترفاس تاني عندنا ميثود دو كونسيبسيون، في الموديل فونكسيونيل عندنا دي ميثود دو كونسيبسيون اللي هما اون كاسكاد اون في، لو موديل سبيرال و لو موديل بار انكريمون، هذو هما المشهورين وهذو هما المعروفين، هذو اللي نخدموا بهم حنا. هذوك لي ميثود كي نخدموا بهم قلت لكم راهم يخدموا بهم في النوايو. استاذة بصح هذا الميثود نتاع اللوجيسيال ماشي تاع الانترفاس بلا هي شنو قلنا تاع المود تاع النوايو، هذو لي موديل دو نوايو. يقعد لنا الانترفاس، الانترفاس قلنا نخدموه بلي ميثود دو كونسيبسيون اي اش ام. في لي ميثود دو كونسيبسيون اي اش ام عندنا مجموعه انواع اللي هي لا ميثود دو كونسيبسيون سونتري يوتيزاتور اللي فيها participative وفيها informative. La méthode أغلقوا لي سمارتفون هذه ما لي كاميرا. La méthode participative قلنا باللي l'utilisateur يدخل في la conception، يدخل في كامل les étapes. Informative نو ندو منو des informations ما ندخلوش معنا في la conception. Centre utilisateur أصلا le principe تاعها أنه l'utilisateur يدخل في كامل الحوايج. بصح مثلا في السونتر يوتيزاتور ماهيش بارتيسيباتيف، يعني مش شرط يدخل لك في لا كونسيبسيون يقول لك دير لي هذه دير لي هذه دير لي هذه، نو راح هو يقول لك دير لي حوايج وانتيا تكيفهم مع المتطلبات تاعو مع الاحتياجات تاعو. داكور، هذو لي ميثود. دوك في لا فاز دو كونسيبسيون، لا فاز دو كونسيبسيون في عندها ثاني انواع، هي لا كونسيبسيون ايتيراتيف، يعني انا نبدا نوجد في الانترفاس تاعي دي فاسون ايتيراتيف، نبدا نحط بوتون منو كازا كوشي راديو بوتون ونشوف قال دير هذه نبدل رايي نو. بصح انا نخدم كيف يقولوا الانترفاس انتيغرالمون مع بعضها نبدا نخدم فيه. لا دوزيام ميثود هي انكريمونتال، نخدم بار بارتي. قلت لكم انكريمونتال تصلح في سيت ويب، تخدموا لي سيت ويب بار بارتي، يعني نخدم قبل الاسم واللوغو ومن بعدك نروح للناف بار واش ندير فيه، ومن بعدك ندخل للبادي ومن بعدك ندير الفوتر، كيف نبروغرامي كيف ندير فيه واش نكتب فيه، لانه هذه اصعب عمليه، اصعب عمليه في سيت ويب انك تخدم لاباج داكوي الصفحه الرئيسيه. وقلت لكم كاينه لا ميثود انكريمونتال ايتيراتيف انكريمونتال، يعني لي دو، يعني نكبر الانترفاس اون بارتي من الانترفاس ونخدمها اتيراتيفمون وهكذا. ولازم المفروض كاينه لا كونسيبسيون بروتوتيبي، في لا كونسيبسيون بروتوتيبي قلنا بلي لازم نديرو البروتوتيباج. في البروتوتيباج اول حاجه في البروتوتيباج ما غاديش نديرو لي طول البروتوتيباج، لازمنا نخدمو لي كروكي. لي كروكي كيما الاتيراتيف تبدا ترسم شك حدير فيه،
هذه عاده يكون سور بابي. هذا وي انا مش فاهم البروتوتيب هذا ميثود نتاع الكونسيبسيون تاع الانترفاس ولا شي هو اي ميثود دو كونسيبسيون د انترفاس وثاني تلقاها في النوايو ثاني يستخدموها خاطر تقرا في جين لوجيسيال لو بروتوتيب هذا يخدموا به توجور كي تحبي تخدمي حاجه لازمك دير لها ان بروتوتيب في الاصل لو بروتوتيب يعني ديري الشكل العام للوجيسيال تاعك كيف راح يكون هذا هو حنا نستخدموها في الانترفاس هذا الشكل عام بصح مع الانتراكسيون كيف هذا هي مع الانتراكسيون هي هذه كي تلحق لا فاز دو بروتوتيب هي لا ميثود دو كونسيبسيون بروتوتيبي فيها ثلاث تخوا ايتاب الاولى دي لو كروكي يعني دي لي ابيرسي جلوبال دو لانترفاس يعني عاده هذا يترسم لو كروكي يترسم ترسمي سور بابي ولا تخدمي بلي لوجيسيال يديروا لو كروكي يمكن يدير لوجيسيال الثانيه دي لو ماكوتاج الماكوتاج يعني ديري انترفاس تاعك ديتاي صاي تحطي الحوايج تاعك لا كي حد يديرهم في الانترفاس بصح ما ديريش لي انتراكسيون يعني تخدمي الانترفاس سون انتراكسيون يعني الانترفاس بلا انتراكسيون الثالث اللي هو البروتوتيب البروتوتيب تخدمي الانترفاس والله اون فيرسيون كيف يقول ان كومبليت دو الانترفاس تعدي لي انتراكسيون مثلا تقولي له بلي هاي تخرج لك لاب اذا حبيت سوبريمي راه تخرج لك لاب دو ديالوغ فولي فو فريمون سوبريمي توريها له لين نخدموا البروتوتيب اولا باش حنا نشوفوا الخدمه نتاعنا كيف راه ماشيه نصحوا الاخطاء ثانيا باش ثاني نشوف لي تيزاتور هاني درت لكم في لي زافونتاج تاع البروتوتيباج لي فافوريز لا ديفينيسيون دو بيريمتر فونكسيونيل حنايا نحددوا واش راح نخدموا لي فونكسيون راح نحدد نخدموهم Il permet de présenter aux utilisateurs une vraie interface. Donc, il te dit que tu es un peu plus grand. L'utilisateur ne fait pas chaque tahda. Il faut que tu aies un peu plus grand. Tu aies un peu plus grand. Qui est le style que tu as un prototype. Tu as un peu plus grand. Mais ce n'est pas la version finale. Je ne sais pas si tu as la version finale. Tu as un peu plus grand. Tu as un peu plus grand. Tu as un peu plus grand. Tu as un peu فهمتوا واش فيها الفايده تاع البروتوتيب بروتوتيب تكون كاينه حاجه ملموسه يشوفها ليتيزاتور داكور مفهوم حاليا مفهوم نورمالمون دوك راه مفهوم دوك اذا ما عادش مفهوم كاين مشكل مفهوم استاذ مفهوم ان شاء الله ان شاء الله ودي قالت لك ان شاء الله معناتها فيها شك دونك فاش حبسنا حبسنا في هذا الدرس هذا راني عاودته وما حبسناش في هذا ماما سمحوا لي في الاصل كريتيزاتور هي كل ياشين في كريتيزاتور بصح هذه يسموها سونتري معناتها كريتيزاتور هو النوايو هذه نقول لكم كنت يخدموا بها اكثر الوقت يخدموا بها نهار اللي يكون عندك واحد جاك وقال لك اخدمني لوجيسيال فاهمين وكش فاهمين دوكي كاين مرات دوكي واحد مثلا يخدم لوجيسيال هو يبان له بلي يخدم ذاك لوجيسيال ويبيعو كيما هذاك السيد هذاك اللي هاو كاين نورمالمون كنت تعرفوه في من تاوعنا من الانفورماتيك اللي خدم هذاك لوجيسيال تاع لي زافوغل اللي يقرا لهم وايتو وكاين واحد السيد خدم لوجيسيال وشارك به في ديك تاع ستارت اب جوبونس ولا عرسة كيما هكذا تعرفوه ولا ما سمعتوش به ما سمعتش هسه سي كاين واحد راه ايتوديون عندنا نتاع الانفورماتيك خدم ان لوجيسيال هايل لل شو اسمه لي زافوغل يعاونهم جوبونس يقرا لهم و ايتو كاين واحد لوجيسيال مليح هايل وكاين ثاني واحد ثاني هم تاع الماستر ارتيك ربي شو اسمه ادريس ادريس مجيد مجيد ادريس انا نبي نشوف عليهم هو خدم زينا في لابليكاسيون تاع الكورونا هذاك وحده راح يخدم هذاك وحده راح يخدم هاي ايوا هذاك خدم اون ميثود دو كونسيبسيون اي اش ام اون جينيرال ما خدمش بالسونتر يوتيزاتور ما كانش عنده يوتيزاتور اللي قالوا اخدم لي فاهمين سونتر يوتيزاتور اللي يكون عندك سيد قال لك اودي اخدم لي لوجيسيال للريستورون تاعي كما قالها واحد حب واحد يدير دوكي هذا المشكل دوك فهمتكم واحد المشكله صرات
بكري كانوا يقولون اخدموا لوجيسيال خطاش ما كانوش كاينين لي سيت ويب والفيسبوك فكي ولا كاين الفيسبوك باغ اكزومبل، ما يجيكش واحد يقولك خدام لي سيت ويب ما يخصهاش سواردو، راح يكري برك باج ويب، فاهمينه يكري باج ويب. بصح انتوما باغ اكزومبل انتوما كوميتون دي ديفلوبور واش تقدروا ديروا؟ يقدر واحد شو كاين فيسبوك واحد يخدم حاجه سموها باغ اكزومبل بوتيك الكترونيك. في البوتيك الكترونيك واش يدير؟ يكري بلاتفورم ويبيعها، وهذيك لا بلاتفورم هذيك تكون قابله للتغيير، بمعنى انا كي نشري لك البرودوي تاعك ندير مثلا الناس كلها نديروا دي باج فيسبوك، نون نديروا ان سيت ويب وين نقدر نعرض بيان السلعه نتاعي. بصح انتوما دوكي تخدموا لا بلاتفورم، ما تقولوش تخدموا ان سيت برك، تخدمو لا بلاتفورم. هذه باغ اكزومبل انا نقول لي ستوديون تاعي دوكي نخدموا لي بلاتفورم، ما نخدموش لي سيت ويب. معليناش انتوما ما قريتكمش، ما جيتوش معايا في زارتوني، لا علينا لا علينا. المهم نهار وي استاذ، واش يكون كاين الفرق بين كيكون بلاتفورم وكيكون سيت يعرض نورمال؟ شي لا ديفيرونس تبع معايا، كي تكون خادم بلاتفورم معناتها راك خدمت سيت، كي يقول لك هذا السيد بيع لي اخدم لي سيت ويب تمدلو هذيك، هو يديرها لا كونفيغوراسيون على حساب شحال مسحق، راك فاهمينه. هذيك لا بلاتفورم تاعك تقدر تبيعها لقدام من واحد، وكل واحد يكونفيغوريها كيما راه حاب هو، يعني راح ديرها اون بلاتفورم ماهيش سيت ويب نقولوا طول مفصل داك السيد. راك تقدر تخدم سيت ويب مفصل داك السيد، كي تخدم حاجه ستوندار ومن بعدك تخليها موديفيابل. ايوا استاذه وي، كاين حاجه بسيطه، التليفونات تاع كوندور ماهوش بروغرام، لي تليفون كوندور راه بلاشين ستوندار، تجي شركه من الجزائر من سنغافوره من شنو على بالي دي، يولي يحط له الاسم اللي يحطه عليه هو كيما يحب، تسمى كوندور هذا وعندنا باسم كوندور في بلاصه واحده اخرى في جنوب افريقيا ولا عنده اسم واحد اخر، نفس التليفون نفس التليفون متاخد به نفسه هو. ايه نفسه استاذ، هذه جامي سمعتها، ما كسبتش تليفون كوندور يعني، بصح ما على باليش بها. هي حاجه المهم تولي ستوندار، تولي كل واحد تخدم له هذيك التايمة تعبكش اولا، وتولي عندك لا برودكتيفيتي. وهذيك فين نخدموها؟ هذه نخدموها بلا ميثود دو كونسيبسيون بار بيرسونا، هذه اللي راح نشوفوها المره الجايه. معناتها انت راح تتخيل مجموعه من الاشخاص راه هذاك، وراح تستهدفهم، راح تدير كيف نقولوا اون بيرسون ايماجينير، شخصيه خياليه، وتدير تكتب بالمتطلبات تاعها، قالت تطلب هكذا 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 هكذا، سي بيان سور تاعها تكون عندك نظره عامه، ما نزيدكم ما نصعبها لكمش. واحد يقول لك اخدمي، يجيك مدير يقول لك نحوس ندير سيت ويب للمدرسه تاعي ابتدائيه، الابتدائيه بين صوالحها قال فيها تسجيل الطلبه وتسجيل الاساتذه وتحديد الجدول الزمني ومثلا الاعلانات، وديك انت تخدمها هذه سو فورم دي بلاتفورم، يعني ديرها ستاندار وتخليه هو صوف يبدل لا موديفيكاسيون. سمحوا لي دقيقه اخدموا لي اي واحد كيما الورد بريس، تري بيان كيما الورد بريس. الورد بريس هي بلاتفورم تخدم فيها شك حال، هذه هي كاين اللي يعرفوا الورد بريس. المهم انا نعطيكم مثلا لوجيسيال يقول لك اخدمي لوجيسيال تاع ابتدائيه، انت الابتدائيه تكون عندهم نفس الفونكسيونمون، عندهم التلاميذ الاساتذه كش ما كاين موظفين في الاداره، عندهم الاعلانات عندهم التوقيت ايتترا، راح تخدم انت هذاك لو سيت تاعك سو فورم دي بلاتفورم ويديروا لا كونفيغوراسيون. معناتها الاول ما يدخل يقول له اكتب اسم المدرسه تاعك، اكتب اسم المدير، اكتب اسماء الاساتذه. معناتها اي واحد راح تبيع له لوجيسيال هذاك راح يكون عنده نفس البلاتفورم، كيفو كيف الفارماسي، كيفو كيف مثلا هذا الحوايج ستوندار. مي كاين حالات وين يكون يوزاتور اكزيجون، في هذه الحاله انت راح تتفاهم معاه بيان اسكو كاين حوايج زياده، صافي هذيك اللي يدخلهم في الكاي تشارج، يعني هذاك الحوايج باينين اون جينيرال عندك داين في الداخل في الكاي تشارج، وتزيد الحوايج راه يكزيجي فيها. كاين دي زيتيليزاتور بزاف اكزيجون بزاف، يعني يتشرط كيما نقولوا حنايا، دير لي دي دير لي دي دير لي دي. هنا راح تدخل في لا كونسيبسيون بارتيسيباتيف، معناتها هو يل فا بارتيسيبي دون تو. حنا هذه
ايفيتي ليه؟ لانه يقدر يكون غلط، بصح انت ملزم انك تخدم هذيك الخدمه كيما راه يحوس عليها. هذه ايفيتي بصح كاينه سموها لا كونسيبسيون بارتيسيباتيف، وكاينه لا كونسيبسيون انفورماتيف. انفورماتيف تدي رايو بصح ما تدخلوش في لا كونسيبسيون، ما تدخلوش في لي شوا فينو، ما يدخلوش في لي شوا فينال تاعك. هذه هي اللي قريناها في الشابيتر هذا، ولا لو كور هذا، لا كونسيبسيون سونتري يوتيزاتور. مفهومه؟ نورمالمون هذه يعني نعاود نفهم، على بالكم نقعد وحدي يخمم كيف نفهمكم، نود انا يبداو يخرجوا لي الافكار. دونك اللي عنده سؤال حاليا يجاوب. حنا كي تكون عندنا لا كونسيبسيون سونتري يوتيزاتور لازمنا حاجه سموها لي موديل. لي موديل عندنا الموديل يوتيزاتور والموديل دو تاش والموديل دانتيراكسيون. في الموديل يوتيزاتور يا ودي نفسها نفس الهضره اللي موفين نهضروا فيها، لازم نجبدوا لي كاركتيرستيك بيرتينونت دو يوتيزاتور، يعني لاني مسحقه لا تاي لاج لو سيكس ديفيسيونس. الديفيسيونس هي كيف يسموها الصعوبات تاعو. قال لك واحد ناقص في الفرنسي، اي ما تستخدموش ثاني لا لونغ تاع فيكتور هوغو مثلا، حاول تستخدم حوايج ساهلين. كاين ما باغ اكزومبل موديفي و التيري. التيري نفسها موديفي، انا ما نقولوش التيري نقولو موديفي، وهي اصلا هذه من شروط لي زي اش ام تستخدم اللغه المفهومه من قبل اكثريه المستخدمين. داكوغ؟ ايه يا استاذ اخي، هذه هضرنا عليها في الشابيت الاول. ايوا. وكاينه ثاني لي زابيتود كولتوريل. دوك واحد يجيك مولا فارماسي والله مولا والله تاع مدرسه يقول لك انا ديروا لي بالفرنسي لوجيسيال، يروح يديروا له بالفرنسي بصاي. هو لي زابيتود كولتوريل تاعو حاب يخدموا فرونسي، واحد يقول لك لا انا ديروا لي اون انغلي، ديروا له اون انغلي لا تعرف لونغلي. هذو هما لي زابيتود كولتوريل. كاينه ثاني لي دوني ليا لابليكاسيون، هذه هي المهمه. Est-ce que l'utilisateur tech a le système et les débutants, moutadé, occasionnel, expérimenté ou bien expert? هذه فيها تأثر. واحد يقول يا أستاذ هذه فيها تأثر. هذه تأثر دوك من بعد نشوفوها كيف راح تخدم اللوجيسيال تاعك. دوك إلا راه ديبيتون راك لازم تنسيستي على لابرونتيساج، ديروا الحوايج اللي ساهلين باش يفهم. ولي راه اكسبير تنسيستي على لي راكورسي باغ اكزومبل. واحد اكسبير ما يحبش يقعد يكليكي تو، لازمك ديروا مثلا لي راكورسي، يخدم بزاف بالكلافي بسرعه. هذه هي لا ديفيرونس اللي لازمنا نعرفوا ليتيزاتور تاعنا. في الموديل دو تاش قلنا بلي لا الفو انه لا تاش، اخي حنايا راح نديروا سيستيم انفورماتيك بور انفورماتيزي اون تاش اكزيستونت ريالمون، يعني كاينه لا تاش ريالمون وحنا حابين نعاونوا ونديروها انفورماتيزي. مثلا في ليكول راهم يسجلوا في الطلبه، يسجلوا فيهم كيف نقولوا، ياخذوا الدوسي وعندهم ان ريجستر ويسجلوا. حنا لا حابين نعاونهم ديرهم انفورماتيزي. نهار اللي تديرها انفورماتيزي الفو فير لو موديل دو تاش، لازمك تتاكد واش لازمك دير. يا باغ اكزومبل انسكريبسيون، قال في الانسكريبسيون الفو سيزير لي رونسينيومون مثلا تاع هذا تاع ليتيديون تاع ليلاف. قال باغ اكزومبل لو نو لو برينو اتسيتيرا. اسكو هذه هي لو بو تاعها؟ وي، كاين غير لا سيزي تاع لي زانفورماسيون، ما كاينش حاجه اخرى. بصح كي تعود حتخدم له كشف النقاط مثلا، نو كشف النقاط فيه لا سيزي تاع لي نوت تاع لي ليف، ومن بعد كاين لو بوت نتاع كشف النقاط هو لا موين ولا مونسيون. دونك فيها لا سيزي ومن بعد فيها لو كالكول تاع لا موين ومن بعد فيها لا مونسيون ريزيلتا. بعد الموسيون يعني ناجح راسب عنده تهنئه، عنده ما عارف لا مزال يديروا في التهنئه وهذيك فقط باش يديروا فيها. المهم قال ممتاز ولا جيد وما باليش. داكور، هنا هذا الموديل دو تاش اسك تخدمو. هنا درنا موديل دو تاش سامبل، اونفوي ان اس ام اس. لو بوت سي اونفوي ان اس ام اس كيما هذيك تاع تاع البولتا، هي كالكولي لا مويان. دونك في اونفوي ان اس ام اس لازمك اولا يكون عندك الانترفاس بور انفوي ان اس ام اس، معناتها موجودين. سوا دير كيتي، كاين واحد يدخل ولا يبطل، كاين واحد يدير انفوي ميساج فيد، وهنا نورمالمون تخرج اكسبسيون
l'exception معناتها تخرج ايرور باللي فو دوفي سيزير ان نيميرو خاطش يقبل ميساج فيد بصح ما يقبلش انه ما يكونش فيه لو نيميرو. الثالثه هي ديفينير لو ميساج. في الثالثه راح ناخذ ميساج صح. اولا il faut définir le corps du message ومن بعد ديفينير لو ديستيناتور ولا لي ديستيناتور. هنايا في لو ديستيناتور سوا رانا سيزيو نيميرو واحد حافظ النيميرو تاع صاحبو لي سيزي سوا يدخل في ريبيرتوار يبغى لو شوازير لي راهم باللي غري بالرمادي. هذوك سو سون دي تاش اليمونتير معناتها ما نقدوش ديكومبوزيهم داكور ساي ما همش قابلين للتقسيم. لي لامبل بلو هما دي تاش يعني قابلين للتقسيم. هذوك لي ريلاسيون كاين دي ريلاسيون تمبوريل وكاين لي ريلاسيون لوجيك اللي نعرفوهم داكور. في الموديل دانتيراكسيون كاين بزاف داخو يا ودي. الموديل دانتيراكسيون ما هو والو, هو ايتابلير لا كوريسبوندونس. بمعنى انا كي نحب ندير ايكون سموه امبريمي لازم استخدم له رمز معروف عنده باللي في امبريمي اللي هو الامبريمونت. درت مثلا سوفغاردي لا بليبار تاع لي جون على بالهم بلي هذيك المربع كيما يقولوا له هما الازرق راها سوفغاردي. ما همش فاهمين واش ني بصح على بالهم بلي هذيك هي سوفغاردي. دونك انا نستخدمها مثلا اوفغيغ او كل على بالهم ذاك الدوسي هذاك اوفير هذيك هي اوفغيغ. معناتها حوايج حفظناهم لازمك انت ديرهم. دوك كي تجيك حاجه جديده لازمك لو ماكسيموم ديرها انتويتيف اي ناتوريل. كيما باغ اكزومبل الايميل, الايميل دير سوا دير الاروبا الاروبا يسموها الاروباز هذيك ات هذيك الا اللي تعرفوها تاع الايميل. سوا ديروا مثلا رساله رمز رساله. حنايا في هذه في الموديل انت دانتيراكسيون كاين حاجه يسموها الميتافور. لا ميتافور لازم تكون كيف نقول اسقاط للواقع. هاي دوك زدت لكم المثال تاع الكورباي. هذه كورباي بلان هذه كورباي فيد. الشكل تاعها صح كورباي سله مهملات كما نعرفوها. هذه مملوءه هم دايرين فيها بزاف لي بابي هذه فارغه. هذه لا ميتافور. الميتافور هو اسقاط للواقع في لا تكنولوجي يعني اسقاط للواقع. هذا مكان نستخدموا الميتافور pour faciliter l'apprentissage ou pour permettre à l'utilisateur d'anticiper les comportements. واش معناتها d'anticiper يعني يتوقع بلي هذا هو الكومبورتمون اللي راح نسحقوه. داكور. شكون اللي عنده سؤال فور انستون؟ شكون عنده سؤال؟ شكون عنده سؤال؟ أنا شرحت لكم بارتيسيباتيف وانفورماتيف. صاي بارتيسيباتيف يعني ايفيتي بصح قلنا كاين دي سيتيزاتور يجيك يشرط واحد كاين ستيل يشرط هذاك اللي يشرط هذاك تخدم معاه بالبارتيسيباتيف. مي او ميم طون لازمك تقنعو بلي الى طوغا يعني راه غلط في حوايج مش تخدم كلش كيما راه حاب. استاذه وي هذو لي دو كونسيبسيون هذو لي دو ميثود تاع الكونسيبسيون تاع الانترفاس. ايه تاع الانترفاس خلاص اوكي استناو استناو دوكي راه كاين مشكل حبس نفهم. شوف البارح ما الكونيكسيون ما دخلتش بكري على ذيك راهي تخلطت لي ماشي دوك نعاودو. اصبري اصبري كاين لا كونسيبسيون د انترفاس وكاين كونسيبسيون دو نوايو وكلهم لا كونسيبسيون دو لوجيسيال. هاي باينه هذه يعني الكونسيبسيون تاع تاع لوجيسيال تاعنا تقسم الى قسمين. لا كونسيبسيون تاع النوايو فونكسيونيل لي انستركسيون تاعنا هذوك الاخرين تاع لا جيستيون وكاين لا كونسيبسيون د انترفاس. لا كونسيبسيون دو نوايو باش نديروهم بجي ال لي ميثود دو كونسيبسيون دو جي ال لي هما اون كاسكاد اون في اون سبيرال بار انكريمون تخير وحده فيه. وكي تجيو ديروا لا موديليزاسيون ديروها بلو يامال بكري كاين كاين موريز دوك كيما ولاش نخدموا موريز نديرو بلو يامال. موريز سي تي ميثود فرونسيز و ايتترا ايتترا راكم بقيتوها في الاس اي نورمال سيستيم دانفورماسيون دوك راح تقراو لي يامال. لو يامال هذه الهضره نهضروا فيها هو راح يخدمها. هو راه عنده لي دياغرام تاعو لهذه الهضره نهضروا فيها يخدمها. مي حنايا ما نقدروش نخدموا بلو يامال في لي زانترفاس داكور. ماهوش لي يام راح نخدموا بحوايج من لي يامال في انترفاس لانه لي يامال ديستيني بوغ النوايو فونكسيونيل داكور.
Donc, qui nous la conception, il y a une ardeur en général, la conception d'une interface en général. Ou qui nous la phase de conception, nardo à la développement de l'interface proprement dite. Ma forme. Mais nous la conception d'IHM, qui a fait trois étapes, parce qu'on y a l'analyse, le développement et l'évaluation. Ou qui nous l'analyse, conception et évaluation. Ma forme. Elle est la méthode de conception IHM. Donc, il y a la différence entre la méthode de conception ou l'étape de conception. Là, on a l'étape de conception, on a le développement de l'interface, on a le bouton, on a le cas à cocher, on a la liste déroulante, etc. Là, on a la méthode de conception. Qui fait? C'est un affaire de la méthode de conception de l'IHM, ou l'itératif ou l'incrémental, l'itératif incrémental. Je ne sais pas ce que tu as dit. C'est la méthode de l'interface. De l'interface, oui. Oui, de l'interface. Je connais de la tarde. Rahma. Ah, Rahma. Tu peux dire ça, tu ne sais pas. Que dire le kit? Qui fait? Que dire le kit, bar kit, man. D'accord. Tabou, maïa, talib, hadi, là, n'est-ce pas, tu peux me dire, chauffe. La méthode de conception d'IHM est la méthode L'M. Il y a trois étapes. Il y a l'analyse, il y a le développement, il y a la conception, il y a l'évaluation. D'accord. Donc, il y a la méthode de conception itérative, il y a la conception d'interface, incrémentale d'interface. D'accord. T'as l'interface lui-même, prototypé, t'as l'interface. Mais ça, qui est la méthode de conception centré utilisateur, mais maintenant, on a la méthode elle-même. Au coup, la méthode. Quand je dis la méthode de conception IHM, il y a un noir. Centré utilisateur, ou fait centré utilisateur, fait participatif, informatif. Mais fond. مفهومة هذه اللي ما قدرتش نفهمها استاذة مزال شافو شكون اللي فهمها كيما جي ال فيه اون كاسكاد اون في اون سبيرال لا ميثود دو كونسيبسيون تاع ما تخلطت ما والو كنت تخلط فيه لا ميثود دو كونسيبسيون يا شام هاي نعاود لكم فيها فيها سونتر يوزاتور وفيها بار بيرسونا ثاني هذه بصح يكونوا فيها كيف نقولوا خياليين لي يوزاتور ماهمش حقيقيين يعني ما كانش ريالمون Centre utilisateur, Ram Kainin, réellement. En plus, Rahandirouhom, soit participative, soit informative. Soit Rahinitrouloun, la conception, soit Maitrouloush. Le domaine de l'information. Haïsma conception, centre utilisateur. Ou Aslan, la méthode de conception IHM, les mettre concentré utilisateur. Hiye, Aslan, les mettre concentré utilisateur. L'utilisateur, ou le facteur essentiel, Fikem, les étapes. دوك كي نلحقوا لو كور هذا الجاي تبداو تزيدوا تفهموا نصبروا نجبد الكور ايوا استناك بان بارطاجي هذا دوك يشرحكم لي زيتاب لي زيتاب دو لا كونسيبسيون دو ني اش ام لي زيتاب تاعها قد قلنا فيها ايتاب دو ولا تروا 3 لي هما لاناليز لا كونسيبسيون ولا ديفلوبمون اي ليفالواسيون دونك شوفوا هاني هنا درناها كونسيبسيون باش تثبت لكم هي سموها كونسيبسيون سموها ديفلوبمون كيف مي في هذه لافاز هذه الوسطانيه هذه راها لانتيرفاس نخدموا في لانتيرفاس فهمتوا هذه رانا نديروا لاناليز دي بوزوا وهنا نخدموا في لانتيرفاس وهي هذه اوكول سموها كونسيبسيون دو ني اش ام فهمتوا لا ديفيرونس هي من اسبابها كونسيبسيون معناها تصميم ايوا شوفوا هذه اوكول هذو لي 3 ايتاب اوكول هما لا كونسيبسيون دو ني اش ام وهذه هي لا كونسيبسيون تاع لانتيرفاس بروبرمون دي يعني راك تخدم هنا في الانترفاس قد مفهومه لا استاذ لا
لي دوك هما مسمينهم نفس الاسم، واش غندير لهم انا؟ شوف لي ميثود تاع الجيال سون دي ميثود دو كونسيبسيون. اخي واش هي كونسيبسيون قبل نتوما قبل في راسكم؟ شنو هي كونسيبسيون؟ تصميم يا اخي. تصميم هاي واحد تصميم لاركتيكتور تاع لوجيسيال. هاي واحد تصميم تاعو لاركتيكتور نحدو لو ديتاي نتاعو في لا كونسيبسيون. هي هذوك يسموهم اون ميثود دو كونسيبسيون. في لا ميثود دو كونسيبسيون كاينه لا فاز دو كونسيبسيون بروبرمون ديت اللي هي اشتقوا منها الاسم تاع لا ميثود دو كونسيبسيون. بمعنى لي اش ام باش ناخذوا انترفاس لازم اون ميثود دو كونسيبسيون اي اش ام راح تكونسونتري يوتيزاتور. صح هذه متفاهمين عليها. راح تكون سوا بارتيسيباتيف سوا انفورماتيف سوا سونتري يوتيزاتور. ما نحدو ني بارتيسيباتيف ني انفورماتيف سوا بير بيرسون. هذه هي مفهومه صاي. راح تحدد اون جينيرال لا ميثود دو كونسيبسيون راح تتبعها. هذه تحددها ديل ديبار اون جينيرال. راح نحنا نحدوها سونتري يوتيزاتور باغ اكزومبل مي بارتيسيباتيف مي انفورماتيف. راح نخلو رواحنا في لو نيفو كونسيبسيون سونتري يوتيزاتور. غير راه جاني يوتيزاتور ماشي شرط بزاف ما نديرهاش بارتيسيباتيف. هاني بديت نشيخ معاه ونجبدو في بوزوان تاعو درت الكاي تشارجي تو. يا اخي هذوك ندخل ندير لا كونسيبسيون تاع الانترفاس. هذا هو البرينسيپ تاعي. هذيك هي لا كونسيبسيون بروبرمون ديت كي تبدا توجد في الانترفاس. هذيك هي اللي فيها ايتيراتيف وانكريمونتال ولا بروتوتيبي. مفهوم ولا نشوفهم؟ قصدك استاذ اللي راها في الوسط هذيك اللي فيها ايتيراتيف. ايوا اللي راها في الوسط. ايوا هذيك هي لا ميثود دو كونسيبسيون تاع الانترفاس. هذه اللي تجي ايتيراتيف ولا انكريمونتال ولا ايتيراتيف انكريمونتال ولازمها في الاصل تكون بروتوتيبي. هذه هي هذه. اما لا ميثود اون جينيرال راك ديل ديبار. نعاود لكم جاك واحد مدير قالك خدم لي لوجيسيال تاع ليكول. دوك المدير هذا كي تبدا تناقش شي يقولك ديري تسجيل ودير لي ديك ودير لي ديك. راح تقول له ندير سونتريتيزاتور في راسك. واش حتقول له هو؟ حتقول اه خلاص نخدم سونتريتيزاتور عنده حوايج باينين مش مسحقين حتى حاجه. نخدم لا ميثود تاعي كي نلحق الانترفاس نحب نديرو انكريمونتال نحب نديرو ايتيراتيف هداك دبراسي. يجيك واحد مولا فارماسي فاهم بزاف عنده صوالح يقول لك انا دير لي هكذا ولا لا دير لي هكذا ولا لا دير لي هكذا. انت من اناليز دي بيزوان ديسيدي هذا راح نخدم معاه بلا كونسيبسيون بارتيسيباتيف على حسب الشوفه. هذا هو يشرط بزاف. هذاك توي تضطر تخدم معاه بلا كونسيبسيون بارتيسيباتيف معناتها راح يدخل لك في كلش ميم لا كونسيبسيون تاع الانترفاس. لو كي تخدم له البروتوتيب تويه يقول لك لا لا هذا البوتون ما ديرهوليش منا ديرو لي منا. فهمتوا استاذه؟ من اسمها باينه بارتيسيباتيف معناته يشارك المستعمل هاي. في كلش راني دارتها لكم. انفورماتيف كاين عباد يقول لك اخدم لي حاجه مثلا يجيك سيد يقول لك اخدم لي لوجيسيال لبني حاب نقراه الفرنسي. تبدا تفهم منه واش راه حاب بصح تفهم منه اون جينيرال بصح ما تدخلوش في لا كونسيبسيون داكور ما يدخلش في لي شوا فينو نتاوعك. هذيك سي اون كونسيبسيون دي اش ان سونتري يوتيزاتور انفورماتيف. اي بصح لا هذيك ليفالياسيون معناتها الرياليزاسيون. لا لا هذيك انا دوك نشرحوها مازلنا ما لحقنالهاش. هذيك لا لا هذيك ليفالياسيون خاطيه مازلنا لي يوتيزاتور ما يدخلش عاده في ليفالياسيون الا اذا كان بارتيسيباتيف. بعدا نفهمكم كيف يدخل ما يدخلش كيما ما يدخلش كيف نختبروا عليه ما يدخلش هو اللي يحكم. دوك يا انا مازلنا ما فوتناش لي طاب دي ايفالياسيون ما لحقنالهاش ما لحقناش لي ايفالياسيون. لان لي ايفالياسيون عندها انواع وعندها دي كريتير دي ايفالياسيون. دوك انا نهضر لكم على لا كونسيبسيون اون جينيرال ولا فاز دو كونسيبسيون بريسيزامون. لا كونسيبسيون اون جينيرال دي اش ام هي لا ميثود اون جينيرال ou la phase de conception d'interface هي اللي نخدموا فيها الانترفاس. فهمتوا دوك لا ديفيرونس ولا ما فهمتوهاش؟ وراكم استاذ بديت اوضح شويه. هاي ايوا دوك زيد توضح مليح تبعوا معايا. حنا قلنا بلي عندنا 3 فاز في لي ميثود دو كونسيبسيون. تحبوا نرجع لكم غلو ونوريه لكم وين كتبتهم نرجع. هنا راني وضحتهم هكذا باينين. عندنا لا فاز داناليز دي بيزوان. هنا وين تخرجوا لي بيزوان تاع يوتيزاتور. قلت لكم تروحوا تهضروا معاه وتشيخوا دوك قولكم كيفاه تشيخوا. ومن بعد كاينه لا فاز دو كونسيبسيون اللي هي اللي قلنا ايتيراتيف انكريمونتال. ومن بعد كاين لي فالياسيون راح نهضروا عليها اليوم غير شويه والسمانه الجايه نكملوها.
استاذه بان شفتو عليها برك لي زيتاب هما اللي بالازرق ولي فاز هما اللي هدرتي بارتي هذه والثلاثه كذا كيف اللي ايوه كاينه كاينه راني في الكول هذا راني وضحتها راني كاينه راني حسيت بكم صاركم خلط راه كاينه موضحه هي تخلطت كيعاد في زوج اسمهم كونسيبسيون فيهم الكونسيبسيون هي كيعادوا في زوج انا على بالي انا ثاني حسيت تخلطت لكم ليسونسييل لا فاز داناليز الاولى خلاص لو برينسيپ تاعها شنو هي ايتودي لا بروبليماتيك و كومبروندر لي بوت بيان سور اول واحد ما يقول لك خدمي لوجيسيال الفلاني ولا ديسيدي تخدم لوجيسيال لازم تفهم لو بوت تاعك وراك حاب توصل مثلا كيما هذاك دريسي ماجيد كي حاب يخدم لوجيسيال دو كورونا ديسيدا باللي مثلا قال لك كي نخير البلد يخرجوا لي لي ستاتستيك تاع ذاك البلد ويحب يعرف لي تيوزاتور لي ستاتستيك اللي اسبوع قبل ولا شهر قبل يخرج له بوسكو خدمها الله يبارك هو خدمها اون ابليكاسيون موبيل بوسكو راهل دونك ديسيدا واش يخدم ده لي بوت دونك هنا راني نعاود لكم كاين دي لوجيسيال انت اللي ديسيدي واش دير تا وحدك كيما مجيدي وكاين في السيت ويب نفس الشيء تا ديسيدي تخدم السيت ويب باش تدخل سواب وكاين وين يجيك السيد ويقول لك اخدم لي اذا جاك السيد وقال لك اخدم لي هذه راح نخدموها معاه هذه تاع كي يجيك السيد يقول لك راني اخدم لي هذه وهذه وهذه دونك في هذه الحاله il faut préciser les attentes et les besoins des utilisateurs les attentes يعني واش راه يستنى منك تخدم له لازمك تحددها مليح خي قلنا لي نديرها في الكاي تشارج و il faut prendre connaissance de la tâche réelle des utilisateurs لازمك تروح وتفهم سواء تروح ثم وتفهم سواء تكون فاهم مليح واش حاب الutilisateur تاعك ماذا كيما تسجيل التلاميذ هي سهله حاجه باينه و prendre connaissance du contexte d'utilisation هذو الزوج دوك نهضروا عليهم دونك premièrement durant la phase d'analyse plusieurs techniques peuvent être utilisées كاين بزاف كي تحب دير الاناليز دي بوزوان كاين بليزيوغ تكنيك كاين لونكيت يروح واحد للبلاصه هذيك الشركه هذيك اللي راه حابه دير لوجيسيال ويدير اونكيت وبليس يدير دي انترفيو افيك السيزاتور الانترفيو يعني يدير معاهم حوار قال فوالا فوالا واش راكم حابين عاده لي انترفيو يكونوا شاك يوزاتور انديفيديوالمون على لي زوتر هذا هو لا ديفيرونس انترفيو تروح تهضر معاهم بالواحد قال انت راح دير مثلا لوجيسيال الله يبارك حدير لوجيسيال تاع شركه كبيره معناتها عندها بليزيوغ تاش ما عندهاش غير تاش وحده برك صافي راح دير دي انترفيو حوارات مع اليوزاتور الحاجه اللي لازمك تركز عليها يلفو ايكوتي لازم السيد هذا اللي يروح يكون من النوع اللي يسمع يخلي اليوزاتور يكمل هضرته يفهمه مليح ويفو بروندغ دي نوت ويعرف كيف يصيغ الاهداف تاع الاهداف المرجوه يعني شحاب يوزاتور ولازم يعرف يطرح الاسئله لازم هذا السيد هذا يكون يعرف يهضر باش يقدر يجيب بيان واش راهم حابين يوزاتور ديروا في بالكم ناجح اي لوجيسيال مترتب على ذاك السيد الاول اللي يروح للشركه ويهضر معاه لانه اذا ما هزش مليح شام مسحقين صار مشكل معناتها لايز دو بوزوان تاعكم راح تكون غلطه الديبار غلط كلش غلط كاين دوزيام تكنيك يسموها لو فوكس جروب هو سيت ان جروب دو ديسكوسيون دي تيزاتور سيبلي في هذه الحاله كي تروح ديك الشركه راح تجمع مجموعه ما تفوتش السبعه عاده وديو ان فوكس جروب يعني تقعد تشايخ فيهم سمحوا لي تشايخ فيهم دقيقه سمحوا لي يا طلبه دونك لو فوكس جروب راح تجيب دي بارتيسيپون دي زيتيزاتور وتهضر معاهم مع بعضها دونك وتحاول تفهم منهم واش راهم حابين في هذه الحاله راح تدير كيف نقولوا راح تهز لوبينيون والله لافي جلوبال تاعهم خاصه اذا كانوا من نفس لو جروب راح يخدم دونك الفوكس جروب وكاينه واحد الميثود واحد اخرى سموها برين ستورمينغ البرين ستورمينغ ولا العصف الذهني هذا ثاني يستخدموه انك تجيب هذاك ليكيب ومن بعدك تبدا تقول لهم يبروبوزيو عليك شام حابين في مده ساعه وتخرجوا افكار هذا البرين ستورمينغ يصلح في الكوتي تاع لايز دو بيزوان ويصلح ما في لا كونسيبسيون دانتيرفاس بمعنى يجوا مجموعه من لي زيرغونوم ثلاثه ولا اربعه ويديسيديو واحد يقولوا نديروا لو بوطون هكذا واحد يقولوا هكذا المهم يديروا البرين ستورمينغ العصف الذهني
هذه سيتي ميثود من تاع النفس، دونك اذا حبيتوا تطلعوا عليهم. حنايا المهم عاده يستخدموا سوا اونكيت والله الفوكس جروب. الفوكس جروب يجوا مجموعه تهضر معاهم، والانكيت كل واحد وحده، هذه لا ديفيرونس. المهم لو بوت تاعك وشني انك تعرف واش راهم حابين، تفهم لي بيزوان تاعهم. حنا ليه نديرو هكذا؟ كاين شركات تكون شويه لي بروغرام تاعهم عقدين، مثلا فيهم المحاسبه وفيهم ديك او ديها، لازم يكون ثاني كاين واحد معاك سبيسياليتي دومين، مش اي واحد داكور، يكون واحد من لا سبيسياليتي تاع الدومين باش يقدر يفهم اكزاكتومون واش راهم حابين، لانه ماهوش شرط كي تيراك انفورماتيسيان. سمحوا لي دقيقه طلبه، زعما كاين لوبجيكتيف دي زانترفيو افيك السيزاتور ولا لو فوكس جروب، شنو هو لوبجيكتيف؟ سي بريسيزي لي زاتونت اي لي بيزوان دي تيزاتور. هذا ما كان دوك يتوما باش نفهموا مليح لي تيزاتور شحاب. ليه لازمنا نفهموا مليح لي تيزاتور شحاب؟ ليه؟ لانه اذا ما فهمتش مليح ماكش حدير لوجيستيال حوس عليه، واذا ما درتش لوجيستيال حوس عليه مش حيشري عليك. يقولك انا ما قلتلكش هكا، فهمت؟ هو لوبجيكتيف هذا ما كان. دونك اناليز د لا تاش، كي قلنا في الـ في لا فاز داناليز اي فو اناليزي، نعاود لي زاتونت تاع لي يوزاتور و لا تاش ريال. لازم نفهموا لا تاش ريال ونفهموا لو كونتكست دي يوزاسيون. لا تاش ريال هذه واش معناتها؟ واش لازمنا نفهموا؟ لازمنا نفهموا وندوا معلومات سور لا مانيير دون لي يوزاتور افيكتو لاكتيفيتي بور لاكيل لو سيستيم اي ديفلوبي. لازمك تفهم مليح واش راهم حابين، واش راح تخدم، واش راح تانفورماتيزي. مثلا بكري كي كانت كاينه الموريس كانوا يروحوا يديروا ستاج، بكري كي يكونوا نقولوا ديروا جيستيون، مثلا جيستيون تاع لافارج، ولا بكري كانوا يديروا هكذا جيستيون تاع مؤسسه، لازم يروح يدير فيها ستاج. يروح يدير فيها ستاج لازم يفهم مليح لا بروسيدور كيف راه تتم، لا طاش هذيك تاعو كيف راه تتم. وهذه يدير لها موديزاسيون بار موريس ولا بار يامال، بكري حاليا بار يامال. كيف يفهمها؟ الاولى يروح يدير دي زانترفيو كيف كيف كيما الاخرى، بس على الخطا يسيبلي لا طاش، معناتها ما يقولوش راك حاب لوجيسيال، لا لا، يقولوا كيف راكم مثلا ديروا تسجيل مثلا الصفقات، كيف راه تتم عمليه تسجيل الصفقات مثلا. يبدا هو يشرح لك في لا بروسيدور، يشرح لك الاجراء، انت هذيك الاجراء تكتب فيه. ليه؟ لانه كاين حوايج راك بزاف ثاني لازمكم تانفورماتيزيهم، يفو لي زانفورماتيزي وهكذا. وثاني يدير اون اوبسيرفاسيون، يديروا ستاج يقعدوا يوبسيرفيو. تلاحظوا بلي بكري كانوا يديروا لي ستاج، ثم ما عندكمش دوك لي ستاج، يروح للشركه ويقعد يلوبسيرف، يقعد يلاحظ في الناس كيف راه تخدم باش يدي نظره يفهم مليح واش راح ينفورماتيزي. مفهوم؟ هذه بكري كانت كاينه، كون جا مزال كاين لي ستاج راكم دوك تشوفوها، كاين نورمال واقعيه شنو لي ستاج قريناها في الفصل الاول، يروح يقعد مع كل واحد ويشوف يعرف كل واحد واش راه يخدم. هذيك هي لاناليز دو تاش تقراها نورمال في الاس اي في السيستم د انفورماسيون. ايوه. ومن بعد حتى لازمك دير لا موديليزاسيون. شوف دوك انتوما راكم ماكمش تاع اليمات، انتوما راكم تاع الانترفاس. نتاو على الانترفاس، نتاو على الانترفاس واش يديروا؟ سمحوا لي لا تاش بصح يديروه هذاك لو موديل دو تاش كيما اللي قريناه، يحدوا برك لي تاش اليمونتير و لونشينمون تاع لي تاش في فورمولا بروسيدور. ما كوش عاد يخدموا بلو ام ال كيما دوك راح نديروا دياغرام دو تاش يوتيزاسيون، دياغرام دو سيكونس و دياغرام. نو تما كوش حيت تروحوا لهذاك الحاله، بصح لازمكم ديروا تريتمون ديال كا ديكسيبسيون. كاين دي كا ديكسيبسيون ولازمكم ديروا لو تريتمون خاصة لي كا دو تريتمون دورجونس، مثلا بور لي زابليكاسيون كريتيك، مثلا كيفاه ديرو لالارم، كيفاه ديرو لاليرت اكزومبل. كلانايز دو تاش لي نستخدموها؟ اولا تساعدنا في لو ديكوباج اون فونيتر ولا اون اونجلي. نعطيكم مثال، انت كي تروح للمصلحة الحالة المدنية نقول لك انا دير لي مثلا كيما قلت لكم ديروا لي لوجيسيال دو جيستيون تاع الحالة المدنية، انت واش راح دير؟ كاين هذا وين التحق، هذا توجور يلتحق في ذا الوقت. دونك راح الصوت،
واش تسمعوا فيا؟ نسمعوا السبب. نسمعوا السبب فيه. هلا اخي قبل قلت لكم سمحوا لي. ديك اللي كتب لي راح الصوت هي هذيك راني قبل قلت لكم سمحوا لي برك. نخدموا كي تروحوا مثلا هذه مصلحة الحالة المدنية. واحد ما يعرفش. كاين بزاف اللي ما يعرفوش الحالة المدنية واش يديروا فيها. واحد ما يعرفش كي يروح يفهم بلي راهم ثما ويسجلوا مواليد ويسجلوا وفيات ويسجلوا عقود الزواج. راح يفهم شاك طاش واش فيها. يا اخي هذه سيت اون طاش سيت اون اكتيفيتي. يفهم كل واحده واش فيها. في هذه الحاله واش تعاونوا هذه الخدمه هذه الاناليز واش تعاونوا انه يعرف يديروا ديكوباج نتاع الانترفاس تاعو قال اون فونيت ولا اون اونغلي. مثلا واحد واش يقول؟ يقول انا ندير منو ندير قائمه منو نسميها تسجيل وتجي تحت المواليد الوفيات عقود الزواج مثلا. واحد يقول لا انا ما نديرش منو انا ندير لي زونغلي. لي زونغلي اللي قريناهم في وليتهم لكم في ايه في الانترفاس غرافيك هذوك العفايس هذوك لونغلي وليتهم لك وليتهم لكم. كاين واحد يقول لا لا ندير اون فونات خير كيما اللي قلت لكم المنيو كي تكليكي تفتح له فونات وحدها يزيد يعاود يكليكي تاع الوفيات تفتح فونات واحده اخرى يكليكي تاع عقود الزواج تفتح فونات واحده اخرى. كل واحد فيه دي سي دي. واحد مثلا كي يفهم باللي مثلا المواليد راهو تاع ولايه المسيله راح يقول انا ما نديرلوش مثلا يسيزي البلديه والولايه وديك راح يخليها له هذوك فيكس راح يديرها كونفيغوراسيون ديال ديبار برك ومن بعدك خلاص وهكذا يبان الانترفاس كيف راح يتم. فهمتوا في الانايز دو تاش؟ maintenant l'analyse du contexte. Le contexte ما يأثرش بزاف بصح وين يأثر يأثر في حاجة تكون وريها لكم. l'analyse du contexte يعني تروح في lieu du travail كما أنا قلت لكم راح تلاحظ la tâche elle-même وتلاحظ le contexte d'utilisation le lieu du travail. مثلا كي تروح للحالة المدنية تلقى عندهم الفوضى بخلاف انه la tâche تاعهم عقدة فيها بزاف la saisie راح تلقى ثاني الفوضى والعياط والشعب والغاشي والديشي اتسيتيرا. دونك في هذاك الوقت شح تحاول كيف نقولوا تركز لا تركز يفو يركز واحد على لي كونيسونس انفورماتيك دي زيزاتور. معناته انا حنخدم تاع الحاله المدنيه لازم نفهم لي كونيسونس نعرفهم نشوفهم اسكو يعرف يخدم لوتي انفورماتيك ولا ونحدد الدرجه قال اكسبير ديبيتون نوفيس اكسبيريمونتال اكسيتيرا. لو كونيسونس يعرفها استاذ لازم يقعد معاها يعني خلونا قلنا بك يديروا ستاج وما انتوا كي تعودوا حيت تخدموا هكا ديروا ستاج بكي عندهم اموا شهر والله ما داير لو ستاج هذا يديروا في هذو الحوايج كل انا نهضر لكم فيهم بصح هما ما يديروهمش على جال انترفاس هما كانوا يديروها على جال لا كونسيبسيون اي ام لا والله نوريز مي حنايا هي كي يعود صح الواحد راح يخدم بالي اش ام راح يديرها ثاني كوتي انترفاس داكور. Donc, les mots chauffent le contexte consiste à prendre connaissance du contexte dans lequel les utilisateurs vont se servir du logiciel. Il faut même lire le lieu du travail. L'air. Les nous, مثلاً, إذا كان ديفو مثلاً في الكليراج. مثلاً, يحس بلي كان ديفو في الكليراج. مثلاً يكونوا بزاف ضاويين لي بيرو ما كانش كيفاه اللي يديروا. Il propose par exemple il بدل الموديفيكاسيون تاع لا كولور تاع لي فينيتر تاع الكونتراست مثلا هذه تدخل اذا كان كاين par exemple لوجيسيال نخدمو سينتيز فوكال اكزومبل سي ان لوجيسيال دو سينتيز فوكال قال لك واحد جاكم قال لكم تاع الاذاعه اخدمو لي لوجيسيال تاع تسجيل نفرضوا مثلا نهضروا برك مثلا وفي الاذاعه كاين لو بروي كاين دي لوجيسيال وين يبروغراميهم وين ينقصوا لو بغوي الخارجي ينقص لو بغوي يخلي غير السيد لا يهدر يمينيميز لو بغوي هذاك باغ اكزومبل هذو كرام يديروا داروا دراسات ولقاو مثلا قال لهم مينيميزيونا لو بغوي داروا مينيميزي لو بغوي. كاينه ثاني لي حاجه اللي مهمه لازمكم تركزوا عليها في لي كونتكست لا فريكونس اي لا ديغي ديتيزاسيون دو سيستيم. اسكو انا نهار نخدم هذا اللوجيسيال راح يخدم به فريكامون ولا غير اوكازيونال اوكازيونيلمون. اذا كنت في تاع الحاله المدنيه اكيد راح يخدم به فريكامون. دونك وثاني اسكو نسحق ندير لهم اونكادرومون ولا لا
لانه تدخل في لو كو دونك انا اذا خدمت لوجيسيال وثاني فيه فور لونكادرمون يعني الفورماسيون راه تدخل في لو كو راني ديسيديها ا لافونس مش نخدم الانترفاس وبعدا كيقول لي صعيب لا نقول خلينا تفهمنا راكي اذا جا صعيب راني ندير لك فورماسيون صاي تخلصها وصاي داخله في لو كو فاهمين واش فاهمين هذيك لا لازم نعرف لي كونتيكست ولي زابيتيود تاع يوزاتور هذا راني نهضر في حاله ما اذا كان كاين السيد اللي قال لك اخدم لي لوجيسيال ماهوش في حاله ما راك راح تخدم وحدك هذا اكل يولي يختصر ما يقولوش هكذا بذا الديتاي مفهومه مفهوم مانيش عارفه وراكم اصلا استاذ عاودينا هذو اللي كي هضرتيهم هذو لي زيتاب في حاله لاناليز تاع لي زيتيزاتور ايه وتاع لا تاش وتاع لو كونتيكست بهذا لو ديتاي في حاله ما اذا جاك عبد وقالك اخدمي لوجيسيال يجيك تجيك انا ونقول لك اخدمي لوجيسيال للفارماسي نتاعي في حاله ما اذا ما كانش هذا السيد هذا انت راح تخدم العبد واحد اخر ما راكش راح تخدم ذا الديتاي هذا راح تدير صوفت تسيني لو بوت ولي زاتونت سي تو لانك انت راح تحدد وشك حاب فهمتوني يا فهمناك استاذ اصلا باينه من الاول هذيك تاع لي كونيسونس انفورماتيك دي يوتيليزاتور هاي معناتها راه كاين صح دي يوتيليزاتور وكاين كي ما يكونوش كاينين صح كيما في السيت ويب راح تخدم اون ابليكاسيون ويب درتها مثلا ها ما كاينش صح يوتيليزاتور جاك وقال لك انت راك حاب تخدم تسيب لي دي يوتيليزاتور هنا تدخل انك تدير لي بيرسونا ودير حاله العامه دير شخصيه عامه تمثلك لي يوتيليزاتور غادي نشوفوها المره الجايه مفهومه دوك هذا هو المشكل كاين ثلاث اشياء ثلاث كيف يقولوا ثلاث حالات الحاله الاولى انت حبيت تخدم لوجيسيال وحدك وتبيعه دخل بيسوارد في هذه الحاله لاناليز تاع لي كونتيكست وهذيك راح تايا تكون عندك دي كونيسونس في الدومين معناتها ودت لاناليز تاعك وحددت لي بيوت وخدمت لوجيسيال تاعك هذه لوجيسيال يقدر ينجح ويقدر ما ينجحش لا لانك تايا اذا صح درست مليح لي زيوزاتور البوتونسييل متوقعين راح تنجح واذا ما درستوش مليح مش حتنجح الحاله الثانيه انه يجيك السيد ويقول لك اخدم لي لوجيسيال هذا كيجيك راك راح تخدم له بالكاي تشارج راح دير لاناليز كيما نهضر عليها راح تقعد معاهم ودير لهم دي زانترفيو انديفيديوال يعني كل واحد وحده والله دير فوكس جروب ولا ديرهم في زوجه دبراسك وراح دير ثاني لاناليز دو تاش راح تفهم تروح ثم دير عندهم ستاج كيما نقولوا تروح ثم وتفهم اكزاكتومون شنو حابين ودي ثاني لاناليز دو كونتكست في حد ما اذا تاع تخدم لوجيسيال وحدك واش حدير هذو لانك انت راح تيماجيني واش راك حاب فهمتوني استاذ يسمى في البروجي تاع فان ديتود نتخيلوا برك ليتيليزاتور ايوا تتخيلوا بصح هو غيالمون نورمالمون راه كاين ديروا ستاج دوك كون يفتحوا لنا باب لي ستاج ونقول لكم انا ديروا جيستيون ديتا سيفيل راح صح ديروا ستاج عند ديتا سيفيل تروحوا صح وتشوفوا شاي نهضر لكم طبقوه فعليا مفهوم واش مفهوم يا طلبه وراكم مفهوم السلام ما نعرف والحاله الثالثه شنو هي لو ديفلوبمون تاع لي سيت ويب لو ديفلوبمون تاع لي سيت ويب ثاني نورمالمون عندنا كاين عباد يخدموا لي سيت ويب هو يحب كيما واد كنيس اي ما جاش واحد وقال لي يخدم لي هو حب يخدم تاع واد كنيس هو جاتو الفكره وحب يدير لها لا رياليزاسيون هو توقع دار اشخاص خياليين تخيلهم دار دي بيرسونا بصح هذه احنا هو تخيلهم برك بصح حنا كاينه ميثود دو بيرسونا تبيسيزيها بيان المره الجايه يشوفوها ودار باللي مثلا يقول ديروا ديك يسحقوا ديك يسحقوا ديك وحاول يوفروا لهم واو دخل بهم دراهم فوق بصحته مفهوم مش مفهوم استاذ هذه الحاله ماهيش كيما الحاله الاولى ها دوك هي هذه الحاله هذه واش فيها لا ديفيرونس لا دوك السيت ويب خرجتو السيت ويب الثاني فيه واحد المشكل السيت ويب كيجيك واحد يقولك خدم لي سيت ويب مثلا للريستورون تاعي اكزومبل ولا للشركه تاعي دوك راه كاين هذاك لي تيزاتور لي دوموندا
وكاين مشكلة لي زيتيزاتور اللي راح يخدموا بالسيت ويب تاعك، ولازم لي دو ناخذهم بعين الاعتبار. هذه لها السيت ويب يخرج حاله وحده، مفهومش مفهوم. استاذ عاودي الحاله الثالثه برك، جاني ظرف. الحاله الثالثه هي للسيت ويب. السيت ويب تقدر تخدم سيت ويب وحدك، تسيب لي كوميونيتي تخدم لها سيت ويب، تسيب ليها انت وتخدم لها سيت ويب. هذه راك راح تخدم بدير تتخيل واش راهم مسحقين هكذا. قلت لكم كيما واد كنيس، تخيل هكذا وحاب يخدم وخدم لوجيسيال تاعو. ولا كاين الفيسبوك، فيسبوك ما جاش واحد قال له خدم لي فيسبوك وري خدمه. هذه حاله. الحاله اللي كاينه في السيت ويب انه يجيك واحد يقول لك اخدم لي السيت ويب للشركه نتاعي، الشركه تاعي يقول لك اخدم لها السيت ويب مثلا. في هذه الحاله كاين مشكله انه لازم تشوف ليوتيزاتور لي دوموند على كرياسيون ولي زيتيزاتور اللي رايحين يخدموا بالسيت ويب ويأخذون بعين الاعتبار. مفهوم ولاش مفهوم؟ مفهوم. هذه خلي هذيك ليه الديفلوبمون ويب راه يجي سيباري لي اشام تاع ليزانترفاس. ليزانترفاس هادو تاع الويب يجيو سيباري على هذا الكور، مي هادو ثاني يأخذون بعين الاعتبار. مفهوم لحد الساعة يا طلبة؟ وراكم مفهوم صح، مش 100%. رانا شغل كي عدنا مانيش، انا واحدة من الناس كي عدت مانيش نريفيزي في الكور بزاف، مانيش نفهم 100%. صحيتي تقولي لي فيها هكذا كيما يقولوها يعني مباشر. يعني مشكل راه فيا مش فيك يا استاذة، راكي تشحي ما شاء الله. ايه معليش، هكا اللي راه يشوف يعني مش نشرح ما عليناش. دونك شكون نهضروا؟ هاي دقي، هذه لا فاز دو كونسيبسيون. لا فاز دو كونسيبسيون هي الكونسيست ا ديفلوبي لانتيرفاس بار لون دي ميثود. هذه تاع الانترفاس، سواء لا كونسيبسيون تيراتيف انكريمونتال ولا ايتيراتيف انكريمونتال او بليا بروتوتيبي. مفهومه؟ مفهومه. وهي لا كونسيبسيون راح نستخدموها هي سيت ان ميلونج من هذو الكل. يعني لازمنا نخدمو لو بروتوتيب. فيه خير شكون في البروتوتيب؟ كاين لو كروكي وكاين لا ماكيت وكاين لو بروتوتيب. لو كروكي هو ترسمو الانترفاس، معناتها هذيك راح تخدمو بها لا كونسيبسيون ايتيراتيف باغ سيغ بابي، وتبدا تقول ندير ديك وتكملو ساعات الخدمة نتاعكم. هذه يسموها لا فاز دو كونسيبسيون، ماهيش لا ميثود دو كونسيبسيون. لا ميثود دو كونسيبسيون هي لا ميثود دو كونسيبسيون دي زي اش ام اللي فيها لي كاركتيرستيك. ملي كاركتيرستيك تاعها انها ايتيراتيف انكريمونتال، من خصائصها انها تكون هكذا. داكور. ميتنو لا فاز دي فالياسيون. لي فالياسيون هي رانا كملنا وجدنا الانترفاس تاعنا الاولي وجدناه، رايحين نديرو له ايفالياسيون تقييم. تبعوا معايا. لكن تراك تبع في لا كونسيبسيون بارتيسيباتيف راح يدخل اكيد ليتيزاتور في هذه ليفالياسيون، يعني راح توريه له ويتشرط عليك. لا كنت تخدم بلا كونسيبسيون سونتري تيزاتور، يعني ماهيش بشرط بارتيسيباتيف، تقدر دير له دي كيسيون وتقدر توريه له وتقدر هنا فوزات ليبر، وتقدر انت يا بركي تشوف لا كونسيبسيون تاعك ودير ان بروتوتيب وتعاود تقارنو بالكاي تشارج اسكو راك حققت الشرط ولا ما حققتش. داكور. مي اذا كنت وجدت الانترفاس دو بريفيرونس توريه ليتيزاتور باش ما طيحش في ذاك المشكل تاع يقول لك انا مش هذه ما عجبتنيش. داكور. المهم الانترفاس تاعك راح تخدمو كي الخياط، تخدم خدمه وتوريها تقول مليحه راه مش مليح. داكور. وي ما فهمتش وين انا ما فهمتش انا هي ودي وينها انت يا بنتي راني دايره لذاك وينها صافا بوخلف. تابعوا معايا تدلاني ما عارفين راحوا الاولاد البنات دوك نسمع فيهم الاولاد ما كانش انا هنا لا فاز هاي مليح. لا فاز دي فالياسيون. لا فاز دي فالياسيون هي التقييم، راح نقيموا الانترفاس تاعنا. دوك يفيد التقييم تدخل فيها انواع من التقييم.
كاين تقييم تاع ليتيزاتور، بمعنى انا كي نخدم كي قلنا راح نخدم مثلا حنا دو بريفيرونس نخدموا بلا كونسيبسيون بروتوتيبيه، من المفروض نخدموا لا كونسيبسيون بروتوتيبي. خي واش قلنا في البروتوتيباج راح توري له لو بروتوتيب ولا لا ماركيت وتوريها له، دونك الا عجبات ليتيزاتور هاك تهنيت، بصح مش بشرط كي تعجب ليتيزاتور راه ايرغونوميك. فاهمينه؟ واحد يقول لي هذه ثاني درك، مش بشرط كي تعجب ليتيزاتور الخدمه نتاعكم معناتها الي ايرغونوميك. بالك ذوقو مش مليح. أيوة مش ذوقه مش مليح، هو عجباته حاجة فيها، بصح كون نوروها لأن إكسبير يبدأ يجبدك في الأخطاء اللي فيها. إيه سما ديبيتون هو. لا معناتها هذيك تيتون إيفاليواسيون إيتيزاتور، لأنه كاينة ليفاليواسيون بار إكسبير. إيه ليفاليواسيون بار إكسبير راح تكون تجيبوا مجموعه من الاكسبير ويديروا لكم ليفالياسيون نتاع الانترفاس تاعكم. هادو مال الاكسبير تنكادريونا في اخر العام. اها هي كيما حنايا كي من بعد كي تخدم الانترفاس نبدا نقول لك هذه ماهيش وهذه هكذا وهذه هكذا، مفهومه؟ هذوكم الاكسبير تاع دوك حاليا بالنسبه لكم. دونك بوركوا ايفالوي، والله نبداو كون ايفاليو كتان ايفاليو او كور دو كونسيبسيون نهضر خيرا على الانترفاس، يعني كي تبدا دير في الانترفاس il faut l'évaluer à fur et à mesure. اذا راك تخدم في لا كونسيبسيون ايتيراتيف دو ماكيت دو بروتوتيب، والله اذا راك تخدم لا كونسيبسيون سونتر يوتيزاتور يعني بريسيزامون بارتيسيباتيف، لازمو ليتيزاتور توري له الانترفاس وتدي رايو، sinon dis-le l'évaluation ta au cours de réalisation la conception le maquettage la réalisation qui se termine خلاص ثاني لازم يديروا له ايفالياسيون الانترفاس au cours de diffusion donc il a si il a خدم لوجيسيال هو وحب يديروا في اندرويد diffusion مثلا تاع les jeux اللي يخدموا لي جو يديروا واحد الايفالياسيون au cours de diffusion. وش معناتها؟ قبل ما يدير الاطلاق اللعبه هذيك الجديده راح يجيب واحد لي زوتيزاتور سموهم لي بيتا يوتيزاتور، سو سون دي زوتيزاتور سبيسيو. هذوك لي زوتيزاتور ديما يلعبوا بلي جو مشهورين تاوع دي جو، يوري له لوجيسيال او كور دو ديفيزيون اللي راح يدير له لا ديفيزيون اللي راح يسوقوا كيما نقولوا، ومن بعد كيشوف اسكو سون ساتيسفي او نو، وعلى هذيك لا ساتيسفاكسيون يحدد اسكو يل فا شونجي حاجه في لو جو ولا راح يديروا لا ديفيزيون. وكاين اللي يديروا ليفالياسيون افون ان اشا. ثاني في هذه الحاله واش يديروا؟ نتايا مثلا تاع شركه كبيره خدمت لوجيسيال، قبل ما تحطوا للبيع ماكش ما عندكش مثلا موج جو تاعي لوجيسيال، ديروا اون كومباريزون افيك لي زوتر لوجيسيال اكزيستون، ديروا اون كومباريزون نتايا ديروا اون كومباريزون، والله دير واحد الحاجه سموها ايفالياسيون سوماتيف. في ايفالياسيون سوماتيف هنايا راح يدخلوا دي زيتيزاتور كيما لي بيتا يوتيزاتور وتوري لهم لوجيسيال تاعك وتدي لي زامبريسيون تاعهم. كيف لي زامبريسيون بالعربيه؟ امبريسيون طباعه. ايوا الانطباعات، تري بيان يعطيك الصحه، الانطباعات تاعهم على لابليكاسيون تاعك. تقدر هذه الانطباعات سوا دير هذه كيسيونير يعني تولي لهم لوجيسيال وتعطيهم ان كيسيونير، سوا تكري ان تي فوروم، وسوا باركور الكترونيك مثلا تقول اخدم ومن بعدك رجع لي واش بان لك. هادو ليفالياسيون هذيك الثالثة والرابعة هذه راه في لي غروند ابليكاسيون مش عندنا حنا، في لي غروند ابليكاسيون راني قلت لكم او كور دو ديفيزيون عادة يستخدموها لي كلي ولي جو. لي جو هما اللي يديروا هذيك او كور دو ديفيزيون، قبل ما يديرها لا ديفيزيون يحب يشوف ا بو بري تاتيري لي سيزاتور او نو.
اسكو يديرها، وكاين اللي حتى قبل ما يكمل لا رياليزاسيون تلقاه يجيبوا هذا لي بيتا يوزاتور. وهذه الحاجه هذه لي بيتا يوزاتور في الخارج عندهم في كل شيء، ما في ان برودوي كونسومابل مثلا حاجه ياكلوها، حاجه تاع يبيعوها تاع اكل، مثلا حبوا يخدموا شيبس مثلا جو واحد اخر. انا راني كونتر لو شيبس، انا غعطيتكم مثال، انا كونتر هذا لو شيبس ايتو، مي نعطيكم مثال. حبوا يخدموا شيبس ويديروا فيه جو جديد، ما على باليش انا تاع حار ولا فوماج ولا اي حاجه. عباكم بلي كاين شركات يجيبوا واحد هكذا مستهلكين متنوعين ويعطوا لهم يذوقوا هذاك لو شيبس ويدوا الاراء تاعهم قبل ما يسوقوه، قبل ما يديروا اون غوند برودكسيون، بويسك هذو كل يكونوا عادة من الذواقين، يعني كلام كاين عباد سبيسياليتي تاعهم يذوقوا، تعجبوا ما تعجبوش على حسابهم، لا عجبتهم هذوك لي سيوزاتور يديروا له لا ديفيزيون هذاك البرودوي، اذا ما عجبتهمش ما يديروش. ميم اذا كان البرودوي ديستيني للاطفال، اكل ديستيني للاطفال، ثاني يجيبوا مجموعه اطفال يذوقوه لا عجبهم، هذيك نقولوا جيبوا 10 ولا 20 طفل ويديرهم سيباري، ياه ماشي يذوقوا كل مع بعضهم خاطرش ياثروا على بعضهم، راح يكونوا سيباري. وبعدك يدوا لوبينيون جينيرال، نفس الشيء في لوجيسيال، اذا كان ان غرو لوجيسيال وكاين الشركه ورا هذاك اللوجيسيال مش كيما حنايا، راح دير هذه ليفالياسيون. وكاينه ليفالياسيون، كاين دي كريتير ديفالياسيون اللي جاب لي ربي ما نشوفوهاش اليوم، نحبس خاطر هكذا نولي نمد لكم كم هائل من المعلومات اللي راح يدير لي مشكل من بعد. نحبسوا هنايا لي كريتير ديفالياسيون، وهذا الشرح هذا راح يقعد لا سيمين بروشين ان شاء الله. داكور. ايه استاذ معليش استاذ نقص الاستيعاب عندنا. هي راه باينه نقص، راه باينه. تبعوا معايا برك دوك يخرجوا على لو كور نرجعوا لو تيبي. داكور. ولي زيكسبوزي، لي زيكسبوزي هاني قلت لكم بعد ندير اعلان باللي لا ديرنيير سيمين في جونفي ش راح تكون لي زيكسبوزي. من درك كاينه واحد الملاحظه، مانيش راح تعرضوا لي كل لي زيكسبوزي، انايا راه معايا زوج اساتذه معايا في لي تيبي، راح نقرا لكم لو تيبي ومن بعد راح نديروا لهم لي زيكسبوزي قدام. داكور. انايا شكون اللي يعقبوا عندي في زيكسبوزي؟ يعقبوا عندي خصوصا اللي ما راهمش من نفس الفوج، بينهم مش من نفس الفوج، فاهمينا؟ زوج كل واحد من فوج. ايه مثلا هذا من دوك ما تعبوناش، لا دوك كاين الوقت فين نقولوا ضيق، والعدد تاع لي زيكسبوزي الله يبارك كبير. الملاحظ رقم واحد، اذا درت غلطه في لا ليست تاع لا ليست دافيكتاسيون تاع لي سوجي، راسلوني واشرحوا لي اشرحوا لي مليح الموضوع. وكان كي واحد يقول لي يا استاذ راكي غلطتي لي ما درتيليش اسم التام، يودي وانا وين نشفع عليك تويناه، راه عندي 200 وحاجه تام، سيبلي لي مباشره استاذ راكي وافقتيني على السوجي وهذا هو السوجي تاعي، ما لقيتش اسمي في لا ليست قدام السوجي مثلا، والله يا استاذ راكي وافقتينا وركزوا لي على وافقتينا نرجع للهيستوريكا، قال بينوم هذا هو تاعي، بصح يا استاذ والله ما لقيت البينوم تاعي، فلان الجروب فلاني تخصص الفلاني، انا واحد يبعث لي يقول لي انا فلان ونقعد انا نحوس عليه، ايماجينو في زوج تخصصات في سته لي جروب، هادي راه مش لوجيك، رانا دي زانفورماتيسيان، مباشره سيبلي لي المشكل ما ديروليش تعبير كتابي، تخصص كذا فوش كذا مشكل كذا، اذا في بينهم تخصص كذا فوش كذا، مفهومه؟ مفهوم. انا صار لي هذا المشكل بزاف، الطلبه اللي دومونداو مني يشوفوا لهم لي زيكسبوزي تاعهم استسمحهم البارح ما كانش عندي الوقت، نحاول اليوم نشوفوا ونرجع. الملاحظات العامه راني قلتها، لي سلايد لازم يكونوا واضحين، وديروا في بالكم من درك بلي كاينه حاجه يسموها لو كونتكست دو ترافاي، وين راح نديروا ليكسبوزيسيون تاعكم، راح تيكسبوزيوها في لي زونفي ولا في سال تي بي. لي سال تي بي فيهم زوج دو ديفو، يا سوا راهم مظلمين يا سوا راهم ضاويين بزاف، لي زونفي ضاويين بزاف ولي سال دو تي بي مظلمين، دونك هنايا راح تاخذوا هذا بعين الاعتبار في لي كولور تاع ليكسبوزي تاعكم. داكور. وي زيدو استاذه.
سمع استاذه الاكسبوزين قدموا حضوري ها مش اكو راح تقدموا حضوري تبعوا معايا مليح ما ظنيتش يكفينا الوقت بلي الطلبه اكو تاع لي جروب كل يقدموا لي زيكسبوزي في ذاك في ديك لا سيمين اللي قادرين يديروا تسجيل ويكون تسجيل مليح قال الاستاذه نديروا تسجيل ما نديروش حضوري بصح اوبليجي يحضره صح يدير واللي عنده مشكل مثلا كيما هذو جماعه ثلاثه مع بعضاهم وهذو نو هذو ماذا بهم يديروا لي طول الحضوري لا لانه ما يديليش ذاك المشكل نتاع يا استاذه وكيف تعرفينا فاهمين فهمناك استاذ المهم من هذا النهار نحدوا شكون راح يفوتوا ونورمالمون نتوما كيفاش تحدوهم وي استاذ اللي يدير لك تسجيل لازم هذاك التسجيل يجيبو معاه في الحضوري ويعرضوه ولا كيفاه؟ لا 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 حيدير حضوري ما يديرش تسجيل سما التسجيل يبعثوك في الجيميل ولا كيفاه؟ اللي راح يدير حضوري ما كان له يدير تسجيل واللي دار تسجيل او سذا حاب يدير تسجيل خلاص يفوت في التسجيل يخليه لي هذا نوخروه نولي نشوفه من بعد يبعثولي في ديك راسومان يبعثولي ايوه فهمتك استاذ المهم راح الاكل تبعثوا في نفس الوقت ما يكونوش واحد اخرين متوخر على واحد اخرين انا ثاني كي نقول لا ديرنيير سيمين سي لا ديرنيير سيمين وراني كاين دي زيتيون هما دومونداوش طول لو سوجي دو بروس هما وي سادة وي انا يا صاحبي رانا في نفس الجروب وعندنا واحد اخر في جروب واحد اخر وبيعت لك من مره وقلت لك عنه بس ما ريبونديتيش علينا ايه فيهم تاع جقامه اه تاع قدور جقام يودي راه واحد فيهم ما لقيتوش في لا ليست ذبيح موسى استاذ راه في الجروب دوزيام معليش راني نصحو لك خي قلت لك راح نصحح لا ما رجعش عليه قلت لك ساصحح ها استاذ ايه خلاص ملي راني شافي عليك عادي مش مشكل اللي راه عنده توثيق شوفوا اللي راه عنده ايميل بعثوا لي صاي راني موثق وي تدي خلقتنا كل الحضور اللي عدم ممسوجي قدموا بعضهم قصدي في شو راح نقول قصدي نقصي اللي راح تهضر معاك راني نسمع فيها مش نسمع فيك عاودي لي ايه قلت زعما في نفس الوقت هي هما تاع لي جروب يحاولوا يديروا في نفس الوقت ايه لانكم من بعد راح يتبعثوا لي لي باور راح نشوفهم باش بعدا كل الغازوش كيف سيري عليه مفهومه ماركت بريزونتي وحتى تبعثوا لي لي سلايد راح تبريزونتي فيهم باش نسينيالي اللي راهم عندهم زوج كيف نولي انا كي نفوت عليهم نشفع عليهم سينيالي المهم يا ويلو اللي نلقاها منقل على خوه زيرو لي دو بصح هذا كاين يقدموا حضوري كاين يبعثوا لك تسجيل كيفها يعني ثاني نفس المده اي نفس المده اي كي الحضور كي هذاك كل عندهم ماكسيموم 15 مينوت كيف استاذه وي اللي يخدم لك التسجيل في هذ النهارين ويبعثه لك باش تصحيله الاخطاء معليش لا لا ما يسجليش ونصحح الاخطاء يبعث لي غير الاكسبوزي تاعو برك هكذاك راه تولي راني عاونته وانا نخدم معاه هاي اوكي نقدر غير صحح الاخطاء باك نولهكم وراني مش صحح في كل شيء نقولكم زيدوا تعمقوا لانه هكذا نولي ما راني نخدم مع جماعه مش نخدم مع الاخرى والتسجيل كي نكملوا ما نبعثوا لك كاع هاد لا سيمين حتى التروازيام سيمين تاع رواحكم راني نقول لكم تعمقوا بشويه وركزوا دومونديت منكم المجالات كاين دوكي باغ اكزومبل كاين حوايج راه كاين في الاندرويد كاين في الويندوز كاين في لي بلاتفورم ماكينتوش يهضروا على ذو الحوايج كيف كاينين باغ اكزومبل مانيش حابه نشرح انايا راه كاين حوايج دوكي نحابتكم تتميزوا ما تغصبوش توجدوا انا كيما ولادي الصغار نقول لهم ما تغصبوش وتكملوا تكتبوا المهم الاتقان المهم راه عندكم مده زمنيه حتى نزلكم 3 سيمان في هذو لي 3 سيمان اللي راهم كملوا يعطيهم الصحه بصح يزيدوا يشوفوا مليح والله كيف يبريزونتيوه لانه ثاني كومون بريزونتي لو برودوي راه ثاني تأخذ بعين الاعتبار la présentation elle-même les slides والشرح مفهومش مفهوم حتى الشرح يأخذ بعين الاعتبار est-ce que l'étudiant a fait ولا قاعد غير قال لي في سلايد مفهومة معليش يعطيك صح
صح المهم تيبي تيبي تبعوا معايا مليح. السمانه الجايه راح ندير نكمل الكور هذا تاع لي فالياسيون ان شاء الله، وندير واحد الكورس غير تاع لا كونسيبسيون بار بيرسونا نشرحه لكم. هذا يستخدم عاده في السيت ويب، وكاين واحد اخرين يستخدم في السيت ويب عاده، نركز عاده في السيت ويب. ورايحه ندير لكم اون انتروداكسيون للي اشام سي بوسيبل، كاين استاذ معايا ديكم واحد انتروداكسيون فيغ لو سوينغ سي بوسيبل، اذا دارها وحطها نعلمكم اعلام بالله دار لكم فيديو هو اساس تي بي. انا راح ندير انتروداكسيون للتي بي كومو كريي اون انترفاس. المره اللي فاتت درناها، درنا الانترفاس كريي اون انترفاس باغ لا بيبليوتيك سوينغ، وقلت لكم نحط لكم لو تي بي تاع مسيو مسيو هذاك ريوات، راني ما حطيتوش، راني بعدا نحطو اللي حابين يخدموا ويشوفوا هذه الخدمه، لانه ممكن تكون عندكم عليها نظره. ومن بعد ندير لكم كور تي بي وشني هما لي زيليمون اللي استخدموهم ولا نستخدموه، نشرح لكم ا بو بري. مثلا لا نديروا لا ليست دي غولونت، لا نديروا لا ليست دي غولونت، نديروا لا ليست دي غولونت اللي هي لا ليست هذيك اللي كي تفتحها تلقى فيها اون ليست، لا ليست دي غولونت نتعرفوها لا ليست دي غولونت نورمالمون. مثلا كي تحب دير بلديات ولايه الفسيله نديرهم في ليست دي غولونت، لا باش نقصوا الخطا على لي تيزاتور. في بلاصه ما يسيزي بلديه ولاد منصور، بلديه مقرى، بلديه عين الملح، بلديه يلقاهم ديجا سيزي، مفهوم؟ هذه اللي حنناقشوها المره الجايه ان شاء الله اللي توجدكم للتيبي. اصعب كور مش صعيب يعني، اهم كور يؤجل الحضوري، خلاني فهمتكم. يوم ماذا بينا شوفوا تبعوني مليح، عندكم اون سيمين على بالي، عندكم 3 سيمين كوندونسي يعني بزاف فيهم لي زانفورماسيون في الموديول تاعي في لي زوتر موديول. مي هكذاك وماذا بيا ومن فضلكم ما تتغيبوش. راه لي تغيب في هذوك لي 2 سيمين ولا لي 3 سيمين هذوك تاع هذاك، ما يجيش نهار اخر يقول ما ديتش مليح في الموديول اي اش ام. داكور، وراكم شفتوا كيفاه في النهار في البي او، وهاي باينه نفسها. داكور حضور استاذ عطيك ما تغيبوش. ايه ما تغيبوش، هما لا حتغيبوها، ناويين تتغيبوها؟ ما ناش ناويين استاذ، انا استاذ. ايه كراكم ناويين ثاني استاذ على حساب الظروف، قلت لك برك يا ما فيهاش ظروف، راه فيها لا نوت تاع تيبي، لا نوت تاع تيبي فيها الحضوري، فيها الحضور يعني لا نوت. اذا استخدمنا نفس التكنيك اللي ما في نديروها تاع نقطه الحضور، لك ما تغيبت نقص لك نقطه مباشره. داكور، دابا رايحين نقراو كور تي دي وتي بي. لا لا، رايحين تقراو كور تي دي مع بعضهم اي تي بي، ما كاش تي دي وحده. أيوه. كور تي دي لي موديول كل عندكم كور تي دي، يعني في الاساتذه راهم يديروا اونلاين، راح يدير لكم لي زيكزارسيس ولا ريفيزيون تاع الاونلاين في لي كور اللي راح يديروا حضوري. داكوغ، هذه هي. زيدو تقصيك حاجه خارج لي تي بي؟ معليه شوي استاذ، لي كور تاع لي اشام هذو كيفاش نراجعهم؟ انا خطرت لهم الهضره بزاف يا استاذه، واش هي الحاجه اللي نحفظها الحاجه اللي نفهمها؟ صحيت الكوخ تاع لي اشام لازم واحد يشفى يشد من نوع اللي يشد ويفهم نورمالمون. هذا الكوخ تاع اليوم مثلا كيما اللي كنت نشرح لكم، ديروا دي ترسموا نتوما، ديروا كيما بكري كنا نسموها اخي نتوما علميين، كي كنتو تقراو علوم طبيعة الحياة، كي كنتو تقراو العلوم مخططات، مخططات تخي بيان، كي كنتو تقراو العلوم يا خي قريتو الخلية والطاقة والتنفس وما باليش؟ ما قريتهمش أنا أستاذ. أي أستاذ قريناهم. العلوم، جمعت العلوم، أنتيش كي كنتي يا ماما، جمعت العلوم، يكون نلخصوهم أودي، خي كنا نديرو هذيك راحت لي ديك الكلمة، نديرو المخططات تاعنا، نديرو قال هذه هكذا هكذا، شيما، شيماتيزي، ينفسو لو كور تاعي إلي شيماتيزي من المفروض. ديروا فوالا قال مثلا لي ميثود دو كونسيبسيون دي اش ام، كاين كونسيبسيون سونتريتيزاتور هي اللي ركزوا عليها، فيها بارتيسيباتيف انفورماتيف بار بيرسونا.
La conception avec, il y a trois étapes. Et analyse, conception proprement dite, évaluation. La conception est itérative, incrémentale, prototypée. Je vous dis là maintenant, l'IHM je dois la faire, il y a l'utilité, l'utilisabilité, etc. واحد يدير هكذا يصيرني ال يحدد يحدد الحوايج اللي مهمين. هذا مشكل. هذا الكور كامل المعلومات اللي فيه مهمين. هي بس ما فيش بزاف لي سلايد، كل كور ما فيش بزاف لي سلايد. وراني مكبر الخط، راني مكبر الخط بزاف، راه ما فيش لي سلايد بزاف. مالغي لو كور راه مش طويل، راه كون تبعنا لو كور تاعكم والبرنامج راه مش هكا. صحيح يا استاذ، هكذا عندنا دي موديول واحد اخرين وعندنا الاكسبوزي دوكا وعندنا. هي واش معناتها؟ واش ندير انا ما فهمتش؟ هي يعني عندنا لاشارج دوكا، يعني ندير لكم في الريفيزيون يا ودي، يعني كل حصه ندير لكم في الريفيزيون. خاص غير دوك ندير لكم ليكزام كيف راح يكون، نعطيكم الورقه دوك بها راح يجي. لا لا استاذ، لازم واحد يكون مينيميز يكون ذكي كيف يحفظ. يا ودي ناوي تحفظوا؟ انا ودي صراحه نحفظ. هو الموديل ما يتحفظش في الاصل، يتفهم استاذ. انا درت امي باش ما نحفظش. هي مش تحفظ نورمالمون، تاع فهم في استاذ حفظ شويه ولا لا؟ في شويه مش بزاف، اللي ما يشدش، اللي عنده مشكل انه ما يشدش. انتما عندكم مشكل ما تشدوش، مش لازمكم تحفظوا اصلا. يعني واحد كيما يريفيزيش يا استاذ ويخليها حتى كيما نقولوا الحضور، هذاك لازم يحفظ، هذاك لازم يحفظ. انا راني نهضر على روحي وتالي الاخرين ما عرف. استاذ ولا قرانا مع الموديل تاع الاي اش ام اخرين كاع ما نسيناهمش. هي وانا ثاني راني معاكم، خليني نراجع لكم كل يوم والحضورين راجع لكم فيه، ما تخافوش. اللي راه حاط وراه يفهم ما يخافش. نهار ليكزام اخي قلت لكم ندير لكم دي شوا اكوشي، معناتها كي تقراها هي هذه ولا غير شفتها. كوشي كوشي كوش، هذا ما كان حاجه سهله. الحمد لله هذه هي. ما تقعدوش تخموا في ليكزام، خموا تفهموا الموديول تاعكم. المهم تقدروا تفضلوا. شكرا استاذ، ربي يعاونكم. صح شكرا.